باسم اهالي وتجار ناحيه الهول بعد العدوان الذي قام به النظام التركي الفاشي ومرتزقته على الشمال وشرق سوريا في 9 من شهر تشرين الأول بهدف الاحتلال اراضينا وقتل تهجير شعبنا، والذي عبر عن مدى حقده وكراهيته المجرم التركي ومرتزقته لمكونات شعبنا، ومن اجل تحقيق اطماعه الاستعماريه. وفي ظل مواصله هذا العدوان ابدت قوات سوريا الديمقراطيه مقاومه بطوليه في مواجهه العدوان التركي ومرتزقته، ومقاومة الكرامة مستمرة في ظل الدعم الشعبي والحراك في شمال وشرق سوريا، والذي عبر فيه مكونات شعبنا عن رفضها القاطع لهذا الاحتلال والتفافها حول قوات سوريا الديمقراطية. ومن هذا المنطلق لابد في ظل الحراك الشعبي المتزايد من مقاطعة المنتجات التركية، حيث استنفرت الدولة التركية بكامل مؤسساتها ومنها الاقتصادية لدعم هذه الهجمة. وعليه نحن أبناء ناحية الهول والتجارة نعلن مقاطعتنا للمنتجات التركية، وعليه نناشد إدارتنا الذاتية بمنع استيراد البضاعة التركية إلى مناطق شمال وشرق سوريا واتخاذ تدابير بهذا الصدد على المعابر. فكل ليرة تدخل في حساب الدولة التركية هي قنبلة فسفورية. كما أننا باسم تجار ناحية الهول نناشد جميع مؤسساتنا ومنظماتنا بالانضمام لهذه الحملة وإيقاف كل إشكال التعامل التجاري بالبضاعة التركية، وأننا على ثقة بأننا من خلال هذه الحملة سوف نساهم بشكل فعال في مقاومة الاحتلال التركي. التجارة التركية هي تجارة العبادة، لا تساهموا بأموالكم في تقوية الفاشية. البضاعة التركية تفوح منها رائحة دماء، شراء البضاعة التركية داعم لقتل أطفالنا. الرحمة على أرواح شهدائنا، والنصر لقوات سوريا الديمقراطية، والشفاء العاجل لجرحانا، والخزي والخذل لأردوغان وارتزاقته. وين كمال؟ وين كمال؟ هصدق عليك. وين كمال؟ وين كمال؟